نبلش نرسم نلبس فوق. مرحبا عيلة سارة ونايا، كيفكم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم حيكون تجربة شيك بس انه يوصلني من زمان، عم بستنى هاد الاشي يوصلني، اللي هي المنتجات الميك اب الجديدة من مجموعة شيك لام اسمها بلاي جراوند. قدم تخيلوا هاي المجموعة بتجنن، سمعت عنها شفت كل الفيديوهات، ما بتخيلوا انه ميك اب للمي، يعني اشي واو، مستوحى من مكياج اطفال، بس مش مكياج اطفال يعني اوكي، بس انه هو مستوحى عن طريق هيك تحسوا لوحة فنية، الوان مبهجة، نستكشفها مع بعض، ما بدي احكي لكم شو، خليكم تشوفوا خلال الفيديو. قبل تشوفوا الفيديو كسر الاحمر اضغطوا عليه تنضموا لعائلتنا وتكبر عائلتنا حبايبي، تابعونا على استديوهاتنا وبنتنا هي بالشاشة عشان توصلوا ادعياتنا ويومياتنا اول باول، ويلا خلينا نبلش الفيديو مع بعض. مكياج شي جلام صار عندي ادمان الفترة هاي، اغلب شيء بستعمل صراحة من شي جلام لانه عم بتطور بطريقة مجنونة رهيبة، وغير عن هيك في شغلات بيعملوها ما شفتها بالمكياجات اللي قبل، يعني المكياج اللي اليوم حتشوفوه هو اسمه بلاي جراوند، بتشوفوا على شاشة من ألوان ستيكس من الباشز من الآي شادو نادرة وبتحسوها طفولية هيك بس الوقت، طبعا هي مناسبة للكبار مش للأطفال، بس إنه بيعطوا جو هيك إنك ترجع على جو الطفولة. هذا المكياج هتشوفوه حتى كمان بتعبروه بتحسوه للمي، يعني مكياج بالمي. كيف مكياج بالمي؟ هلا حنشوف مع بعض، بس اورجيكم اول اشي ايش وصلني. انا متحمسه كثير افتح هذا البوكس وارجيكم المجموعه كلها اسمها بلاي جراوند. شوفوا كيف الباكج يعني كيوت هيك، كيوت صغير حجم ايدي. انت لما شفت المكياج هاد فكرتوا لإلها العاب تلعب فيهم، تخيلوا قلت لها لا ماما هذا شغل، هذا ماما ميك اب لإلي مش لإلك، عشان شفت الشكلات. هذا الوان الاي شادو زي ما انتم شايفين، البنفسجي واصفر وسماوي ابيض بينك الهوت بينك والورق ورجع لأحمر. تخيلوا هذا مش اي شادو عادي، يعتبر شفت لوح الالوان للصغار لما كنا نروح المدرسه، ماما تجيب لنا نحط لنا مي اوكي عشان نرسم سوا على الدفاتر او على وجهنا لما يكون في اكتيفيتي هيك ونرسم على وجهنا زي الصوره شايفين الاشكال، هذا هيك بس طبعا هذا مكياج. وجبت انا رشاش مي عشان حورجيكم بس. تحيه لشي جلام معاه بخاخ المي او رشاش المي لا الو، حتى ما انا جبت رشاش مي وهيك زبطت مسائل، بس انه لا طلع معاه اوكي. حنورجيكم كيف حتسووا، حيصير كانكم عم تعملوا انتم لوحه فنيه بوجهنا، كثير محمسه. نيجي على المرحله الثانيه اللي هو الستيكس، جاني 6 الوان بالوان مختلفه، بس انا حبيت اول شيء اورجيكم الباكج تبعه. هذا الستيكس هيك الباكج تبعه كثير كيوت وظريف الوانه حلو. اوه هذا اول لون اللي هو اللون البني، بدي اجرب كل واحد على ايدي عشان اورجيكم قبل ما ابلش احط على وشي ونرسم على وشي، نشوف القوام تبعه. فهذا اول لون حنحطه هون، واو كثير قوامه حلو وزي الزبده هيك كريمي. الله شوفوا هذا اللون، هنحط هون لا تعتلوا هم. هذا البنفسجي، بحب الالوان هذه. هذا الازرق يا لهوي ما احلى اللون. وهذا اللون فينك مام بينك، نايا عينيها على الميك اب خلف الكواليس. اي مامي فينك، روحي العب يا حبيبي. انتي اوكي الذهبي لمعته، هي الالوان الستيكس كلها. هاي كل الدرجات اللي وصلتني بالستيكس، شايفين حبايبي اول اشي كقوام كتير كريمي زي الزبده تحسوه، ملمسه هاي شايفين كيف ملمسه كتير سهل وناعم على البشره بحسه، سهل في الدمج. انا بدي اورجيكم الازرق كيف، هاي شوفوا سهل بالدمج وبنفس الشيء بيعطي درجه اللون قويه، يعني كتير حلو على البشره حيطلع. وهي الالوان كلها اللي وصلتني. كمان اجتني معاهم هاي البرشز، هذا البرش ست اجى مع المجموعه لكل الاحجام اللي حرسم فيها. متحمسه كثير انا اكثر شيء للاي شادو. ببلش بهاي اللي هي ارفع وحده، هاي شايفين هاي ارفع وحده وهنرسم فيها عينينا. انا حاطه اوريدي كونسيلر، راسمه انا اي شادو على الجفن وحاطه ماسكارا اوكي، فعشان اطلع ابلش بس بالايلاينر والشغلات هاي. بدي ارش اول شيء يا على الاي شادو نفسه الباليت او على البرش. انا ما بدي ارش، انا شفت كثير بيرشوا على الاي شادو بس انا ما بدي ارش، انا على البرش احسن. بدي ارش على البرش كويس بالبنفسجي اوكي،
هيك شايفين كيف خوامه؟ شايفين؟ شايفين كيف صار زي المي؟ نر واو سهل كتير بالرسم. كل ما ينشف بيعطي اللون أكتر. شايفين عن قرب اللون رهيب. مي ونلون البرش. سيبكم الحاجب هذا انولت هيك عندي حاجب نص. جينا على اللون الفوشي اوكي وبدنا نكمل ايش لجوه. الله الله شايفين رهيب رهيب. يا جماعة بدي احكي لكم شغلة، كل ما ينشف الميك اب على عيني اوكي ما بحس انه مشدود. في ايلينات بتحطوا عليها مي بتحسوا بتشد، هذا لا قوامه كتير خفيف ونفس الوقت بيعطي لون. كل ما ينشف كل ما بيعطي لون. وانا خبصت الدنيا هون. عشقت اللون الاصفر، بجنن يا بنات بجنن. على اللون الاحمر عطول بينشف، فانتوا شوفوا بنشف. ها حطيت بنشف، يعني لازم تحطوا مي عشان هذا مع المي. كل ما بتكتروا المي وبتدمجوا بسرعه وبتحطوا اللون بيعطيكوا قوام حلو وبيعطيكوا لون وافكت حلو. وهلا بدي اجرب الستيكس هذا اللي هو اللون هذا، نرجع نحطه هون تشوفوه. الله بدي احط هون. كأني كترت. لا والله ما كترت، كريمي وهي اعطى على طول ايش القوام الحلو. حبيت اجرب. شو اجرب؟ هذا اللون على شفايفي منه كأنه روش. شو حلو خفيف على البشرة. ماما تسوي اللي كريمي وخفيف. يا جماعة طلع الستيك هذا مناسب للوجه كبلاش، هيك كتنت بلاش كتير حلو. شايفين هاي بس من لاين واحد، وكمان على الشفايف كتير خفيف وحلو. بيجي معاه زي جل ملمع. اوكي ما قلت لكم ما بدي اكتر، بدي احط على مثل الجلوس. صار اكثر كريمي واكثر هيك ملمع، يعني شايفين ملمع. شو رايكم بالفاينل لوك بعد ما ضفت انا هدول الستونز ستايل ميليسا في مسلسل اسماني؟ شو رايكم؟ قولوا لي الفاينل لوك. هي لاول مره اعمل هيك لوك بحياتي بالوان، وغير عن هيك كمان اول استعمل هيك ميك اب تحسوه مع المي فدمجته وهيك كان زي تحدي. فكتير حبيت هاد النوعيه من الميك اب لاول مره استعمل هيك نوع. الوانه كل ما نشفت كل ما طلع احلى الالوان برزت اكثر. فيا صوتوني انتم بالتعليقات ايش رايكم، راح اخذ تعليقاتكم اتفاعل معاكم حبايبي. المجموعه كلها حبايبي هاي موجوده هلا عندهم بموقع شيغلان، الرابط موجود في الديسكربشن بوكس، بس شوفوا صندوق الوصف وكود الخصم زي ما قلت لكم هيو على الشاشه طول الفيديو. لا تنسوا تستعملوه عشان تحصلوا على 15% اذا حبيت تشتروا المجموعه، كان بيعطوا عليكم السعر كثير رخيص. واشتركوا بالقناه حبايبي عشان تضموا لعائلتنا وتكبر عائلتنا. تابعونا على انستغرام انا وبنتي رايحه بالشاشه عشان تشوفوا يومياتنا اول باول، اي شيء بنزله اي شيء بعمله كفيديوهات ريلز وستوريات كل شيء على الانستغرام اول باول. اللوك مش هيعلي اغسله هلا ابدا. فانا بحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي باي.